السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 11 الطاقة وحفظها، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق. مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. جيب الدفتر اللي بدك تحل فيه المسائل مشان تراجع منه للامتحانات، واللي أنت كتبت فيه المعادلات الخاصة بالوحدة 11. تبلغ كتلة كل من ليان وشمسة 45 كيلو جرام، وتتحركان معا بسرعة 10 متر لكل ثانية. الطلب أي كم تبلغ طاقة الحركة الكلية لهما؟ عندك كتلة وسرعة، إذن طاقة الحركة تساوي نصف الكتلة في مربع السرعة، وتساوي نصف الكتلة هي عبارة عن جمع كتلتيهما، لأن عم يقول لك تبلغ كتلة كل من ليان وشمس، يعني ليان كتلته 45 وشمس كتلته 45، لذلك أنا هنا ضربت 2 ضرب 45 ضرب 10 للتربيع. بنجيب الآلة الحاسبة 0.5 اللي هي النصف ضرب 2، الاثنين بتروح مع الاثنين، بضل عندك 4.5 ضرب 10 للتربيع وتساوي، نضغط على اي ان جي بتطلع عندك 4.5 × 10^3. 4.5 هي الطاقة الحركية. هذا الطلب مين A. الطلب B، كم تبلغ نسبة كتلتهما الكلية إلى كتلة ليان؟ إذن M لليان زائد M لشمسي على M لليان، وتسوي 2 ضرب 45 بدل ما أول 45 زائد 45 هي نفسها 2 ضرب 45. 45 على 45 راحت، بيبقى عندك 2 على 1. هذا الطلب B. الطلب C، إذن خلصنا الطلب A، خلصنا الطلب بي عن احنا عند الطلب سي. كم تبلغ طاقة الحركة الكلية لهما إلى طاقة الحركة لليان؟ اشرح العلاقة بين هذه النسبة والنسبة بين كتلتيهما. إذن علينا نحسب طاقة الحركة لليان، لأن في الطلب إيه حسبنا طاقة الحركة الكلية لليان وشمسي. إذن بدنا نحسب طاقة حركة ليان. طاقة الحركة لليان تساوي لنصف الكتلة في مربع السرعة، وتساوي لنصف 45 ضرب 10 للتربيع. إذا بنستخدم 0.5 ضرب 4.5 ضرب 10 للتربيع، وتساوي ENG بيطلع عندك 2.25 × 10^25، ممكن نلفظها ربع. 2 صحيح، و25 × 10^3 جول. هلا بدنا نساوي النسبة. الطاقة الكلية كي الكلية على كي لليان، وتساوي 4.5 × 10^3 جول على 2.25 × 10^3 جول، بيطلع عندك 2 على 1. شو شايف انت؟ النسبة متساوية. اذا نسبة الطاقة الكلية تساوي لها نسبة الكتل هذه. في رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء والتشجيع.